ازيكم يا مواليد برج الجدي؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجدي ليوم الاحد 5 ديسمبر كانون الاول 2021. بالنسبة ليك يا جدي، مهنيا بيبشر وضعك المهني هيكون فيه نجاح قريبا انت مش هتكون متوقعه. حاول انك تثابر على تفوقك واجتهادك زيادة علشان تبني بمخيلتك الكثير من المشاريع وعلشان تحسن أوضاعك المادية، ولكن عليك أن تنهض علشان تحقق الأمنيات التي خطط لها للنجاح بمجال عملك. بالنسبة ليك يا جدي، عاطفيا أنت طبيب القلب. سامح الحبيب إذا اقترف خطأ بالنسبة ليك، وحاول أنك تقدر ظروفه ونفسيته. ناحية الأحقاد جانبا، وحاول أنك تركز بدلا من ذلك تعمل إعادة بناء لحياتك بشكل تدريجي، وما تخشاش مصارحة الشريك بكل ما يدور في عقلك وفي قلبك. أيضا ممكن أنها تولد ظروف جديدة هتدعوك للتغير يا جدي. بالنسبة ليك يا جدي، صحيا ما تنساش أنك ترعى صحتك في زحمة هذه الحياة، وتحاول أنك تجعل اليوم مليء بالابتسامة، ومطلوب أنك تتروى وتصبر وعدم القلق واهتمام بصحتك، ولازم أنك تراجع الطبيب عند أي أعراض، وما تغامرش ولا تجازف بحياتك الصحية علشان ده ممكن يؤدي إلى تضاعفات خطيرة جدا ممكن أنها تخسرك حياتك بشكل كبير. بالنسبة ليك يا جدي، للرجل دائما حاول أنك تتغلب على ذاتك، وحاول أنك تجعل من جعلك يائس حذر من المناورات طول اليوم. حاول أنك تملى اليوم بالضحك. العلاقات الأسرية القوية هي حجر الأساس في نجاحك. حافظ على متانتها وما تنشغلش عن أسرتك في خضم انشغالك. توقعات برج الجدي للمرأة، حاولي أنك تخططي لأيامك ومستقبلك، لكن تعرفي طريقة السير إليها، وحاولي تحسين حياتك بكل ما تستطيعين اليوم يا امرأة برج الجدي. ربما إعادة تزيين حجرتك بشكل جديد، وبإمكانك ببساطة حاولي أنك تتخيلي كل الأمور اللي أنت بتكرهيها بصورة أحسن وأفضل، وفكري فيها كيف يمكنك تحسينها وكيف يمكنك الاستفادة منها. هذا هو التفكير اللي هيصل بك إلى الكثير من الأفكار اللي ممكن تتخط بيها أيامك وتحظي بمستقبل أفضل بصورة كتير ممتازة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.